المشاعر. صباح الخير. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. صباح الخير طبعا، وكل عام وانتم بخير والشعب السعودي بخير. احكي لنا اول شيء عن مدى فرحتك بهذا العيد الوطني. اول شيء صباح الخير علينا وعليكم جميعا مشاهدين قناة الفجيرة. طبعا في هذا اليوم بنحب نهني الشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني، ان شاء الله يا رب الله يديم العز عليهم والامان وعلى كل وعلى جميع الشعوب العربيه كافه. امين يا رب. نور، كنا بنتكلم عن اهميه الموسيقى في حياتنا احنا كشعب، سواء بنعرف اللهجه، بنعرف اللغه، بنعرف الموسيقى ملهاش لغه، دايما بتوصل للقلب دايركت بدون استئذان. قد ايه بيلعب كمان العامل النفسي في موضوع الموسيقى؟ احيانا كتير من نغمه معينه او مقطع بترجعك لماضي، بيرجعك ماضي جميل، او بيخليك ان انت تعيش حاضر حلو جدا، يغير نفسيتك، يعالجك من الاكتئاب. انت بتتعامل مع الموسيقى مع هذا الشكل؟ طبعا كلنا، يعني مش بس انا، اي حدا لما بيسمع موسيقى لازم ترتبط معاه الموسيقى باحداث، سواء مرت يعني حلوه او مش حلوه. وانا بصراحه عن نفسي باي موقف يعني بتلاقيني دائما الموسيقى، يعني يا اما بغني انا يا اما بسمع صراحه. يا اما بسمع موسيقى. شو رايك تسمعنا ولا ما تسمعنا؟ اكيد دي طبعا لازم. يلا سمعنا، خلينا نكمل الفرحات كلها ان شاء الله. بعد ما انتهينا ونسينا اللي كان، افترقوا ايدينا بهدى، ليالي هوانا غمرها النسيان، هوانا لا صوت لا صدى. شو جاي تخبرني من بعد اللي صار؟ شو جاي تخبرني لما انتهى المشوار؟ شو بدي احكي لك؟ عيني بتحكي لك عن قلبي اللي صاير على اخر روح. وروح حبيبي روح، شو بدك في إنسان تركني بحالي؟ يا حبيبي روح بكف جروح، أنا كنت نسيتك، شو اللي جابك عبالي؟ روح حبيبي روح، شو بدك في إنسان تركني بحالي؟ يا حبيبي روح بكف جروح، أنا كنت نسيتك، شو اللي جابك عبالي عبالي. شو يا نور، العرب عنده ما شاء الله عليه وايد حلوه. حس عمري برنامج لا لحظه، حتى انا حسيت بس لاحظت على العرب اللي عنده وايد واضحه. كنت بتحكي لا خلاص، الميزه انه رايق فوصل لك روقان، وده وغير لك نفسيتك 180 درجه. واعتقد ده اللي كمان عمله مع الساده المشاهدين، ده اللي كنت بكلمك فيه قبل ما تغني، انه قد ايه بيفرق دعاء الموسيقى في تغيير نفسيتك انت والحاله النفسيه اللي انت عايش فيها. فعلا على فكره هي ثاني مره اكون ضيفكم، بتذكرك انت وهو كنتم نفس هذا. طبعا احنا دائما سعيدين باستضافه هاي المواهب الشابه، خصوصا اذا كان عندها شيء تقدمه للناس، وصوت طبعا جميل. الله يسعدك. لكن كمان بدنا نحكي عن مدى ارتباط، خلينا نقول، المغني بانتقاء بعض الاغاني اللي بحس نفسه فيها. يعني اذا انت مو حاسس نفسك بالاغنيه مستحيل رح تاديها بالشكل اللي لامس قلوب المستمعين. كيف تحرص على اختيار الاغنيه اللي تغنيها تقدر تتأكد إنه أي شخص رح يسمع هاي الأغنية راح يحبها بصوتك أنت؟ بالتأكيد، يعني كل واحد فينا بيسمع أغنية يا بحبها يا انطباع، يا بتحبها يا ما بتحبها. أنا بصراحة يعني 90% من الأغاني بتعجبني، ممكن ما تعجب حدا، بس أنا في إشي بكون عجبني في الأغنية، واختيار الأغاني بتكون هاي بحبها خلاص 100%، أنا بحبها ولازم بغنيها. يعني مستحيل أغنية أكون عندي شك إني بحبها أو لا إني أروح أغنيها، لا لازم اكون بحبها كثير عشان
اقدر انا اديها واوصلها لكم. خلينا نحكي عن مواهب الشباب اليوم، قديش في ثغرات بالمجتمع ممكن ما يوصلوا صوتهم، في مواهب كامنه بالمجتمع ما بيسلط الضوء عليهم، قديش هدول الفئه اللي عندهم مواهب قد يتعرضوا للظلم احيانا. لو جينا قعدنا مثلا بكوفي سمعنا صوت حدا حلو بنقول الله اكبر، طب ما هو صوتك جميل، انت وين الاعلام عنك، وين الدنيا عنك، والله لو بتغني على مسرح راح يطلع صوتك مثل عبد الحليم مثلا او كذا. قديش نحن موجوده ما زالت موجوده الثغرات والمطبات في اوجه الشباب اليوم. صحيح، شوف الفن بالذات يعني يا اما حظ يا اما دعم، يعني مثلا الان المال والحظ اكثر شيء بيدعم بالفن. ممكن اي واحد انسان عادي ما يكون هذاك الصوت وما يكون هذاك الكاريزما، لكن حدا يعني قريبه يقتنع فيه او كذا واسطه من الاخر يقدمه ويطلع ويصير فنان والناس تحبه كذا مثلا. لكن الموهبه الحقيقيه مش دائما هي بس النسبه الاكبر انه في واسطه بالفن، يعني واسطه كبيره. يعني على صعيد مثلا عند مصر، انا عشت بمصر سنتين، شوف الممثلين تلاقي ابوه ممثل، يعني لازم يعني اولادهم بخلوهم يمثلوا، قريبه بيمثل، كله الوسط الفني اغلبه هيك. يعني انا بجيب هذا بجيب. بس لا ان شاء الله من شاشه التلفزيون الفجيري يكون في ناس عم إن شاء الله تسمعك وتامن بصوتك، بس احنا طماعين حبتين كده وعاوزين تغني لنا اغنيه على ذوقك. ماشي حاضر. نغني لوائل الجسار. يا سلام. الله. بعد ما ارتاحت روحي ليك وعرفت طعم الدنيا بيك، مشيت خلاص وما قلت ليش انا اعمل ايه، تنساني ليه بالله عليك وانا قلبي حياته روحه فيك، وازاي هيجي له حبيبي نوم لو مش لاقيك، وانا قلبي كنت بخاف عليه شفتك معرفش جرالي ايه، حبت وخلاص ما حسبتهاش ولا قلت ليه، كان حلم ده ولا كان خيال، لا ارتحت ولا بيرتاح لبال، ريحني وقول لي ازاي البعد اقدر عليه. ما شاء الله، يعني مواهب ما شاء الله، صوتها ان شاء الله دائما هيك يجونا ضيوف اصواتهم حلوه مثلك. الله يسعدك. الله يخليك. ولكن يعني بما انه نحن بنهتم بالمواهب بنهتم كمان بطاقات الشباب وابداعاتهم، شو الكلمة اللي ممكن أنت توجهها لشباب اليوم؟ شو الأشياء اللي ممكن أنت أخذتها مدرسة من الحياة وحاب تخبر شباب اليوم يستفيدوا منها؟ أكيد يعني أنا بنصح نفسي وبنصح أي حدا إنه الواحد ما ييأس ويضل مستمر. في أكثر من طريقة الآن للواحد إنه يوصل. زمان ممكن كان التلفزيون هو الوسيلة الوحيدة إنه الإنسان ممكن يطلع من خلاله، لكن الآن في سوشيال ميديا وسيلة كبيرة، يعني إنه أنت ضلك ينزل شغلات ولما تلاقي جمهور يحبك ويدعمك، وفي اكثر من طريقه كمان توصل فيها صوتك، مش زي زمان كانت مقتصره على يعني هو التلفزيون كان زمان، الان لا طرق كبيره وواسعه. صحيح. بعد الفترة الاخيره لاحظنا على الشباب كان عندهم ما في قل عندهم الابداع، تلقاهم مثلا بس يقلدون المطرب هو نفسه، يقول لك بيسمع هالاغنيه بيحفظ لك اياها بيقول لك اياها بالضبط على نفس التون. اي بالضبط. خبرنا شو اهميه الواحد يكون مختلف عن الناس ويكون سقف الابداع عنده وايد واسع. يعني قصدك مهند حتى لو غنى نفس الاغنيه ترك بس له اي لا سبحان الله، يعني هو بصمه الفنان واحساسه ممكن يعني انا باخذ اللحن، لازم تاخذ لحن الاغنيه زي ما هو،
وشو بتقدر تقدم إضافات وكذا. أنا يعني يمكن الإحساس بيلعب دور كبير في الأغاني. أنا ما بحس إنه أنا بغني الأغنية وخلص بدي أغني، ما بعرف بدخل معها على طول سبحان الله. وكثير فنانين هيك بتلاقيه بغني الأغنية بيسحبك كأنه كلمات إله وكذا. طبعا نور نتشكرك كثير على حسن صوتك خلينا نقول، وعلى وجودك اليوم عندنا ببرنامج كثير انبسطنا، وفعلا كان ختامها مسك. ونتشكرك كثير كثير. بدنا تغني لنا شيء نختم عليه، وطبعا بنقول كل عام وانتم بخير يا الشعب السعودي. وختامها مسك مع نور بصوت اغنيه بصوتك يا نور. ماشي حاضر. ليه الجرح لو من غالي يدبح بالبطيء؟ ليه الفرحة مشيت من طريق وأنا في طريق؟ لكتر الوجع خلاني مش حاسس بشيء. ليه دايما بعش طيب وسامح في اللي خان؟ ليه بقول نصيب عشان أجيبها للزمان؟ ليه بضحك وإيدي ماسكة وجرحي بخاف يبان؟ وبقابل يا مناس وكلهم زي بعض، يا ريتهم حسوا بيا العمر يعدي. لكن الأشخاص والأماكن والأيام هي هي.